الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية الدجاج المشوي في المنام علامة على زواج صاحب الرؤية من فتاة جميلة، والله أعلم. حلم الدجاج المشوي في المنام للسيدة الحامل إشارة على الولادة السهلة بطفل معافى من كل الأمراض، والله أعلم. كما تدل رؤية الفتاة العزباء أنها تأكل دجاج مشوي في المنام علامة أنها سوف تتزوج من شاب صالح، والله أعلم. رؤية الدجاج المشوي في المنام إشارة على سداد الديون وانتهاء الأزمات في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلم. ذبح الدجاج في منام الفتاة العزباء علامة على مرورها بفترة صعبة للغاية في حياتها، والله أعلم. ذبح الدجاج في المنام إشارة على التعرض للكثير من المشاكل في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلم. ذبح الدجاج في المنام علامة على عدم القدرة في تحقيق الأمنيات والأحلام تلك الأيام في حياة صاحب الرؤيا، والله عز وجل أعلى وأعلم. كما تدل رؤية ذبح الدجاج في منام الفتاة العزباء علامة أنها تنتظر خبر مفرح خلال الأيام القادمة، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تقوم بغسل الدجاج الني علامة على زواجها القريب من رجل صالح، والله أعلم. رؤية غسل الدجاج في المنام علامة على انتهاء الفترة الصعبة التي كان يعاني منها صاحب الرؤيا، والله أعلم. كما تدل رؤية غسل الدجاج في المنام علامة على التنعم بحياة سعيدة الأيام القادمة، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة أنها تقوم بغسل الدجاج علامة على انتهاء الخلافات والمشاكل مع زوجها. كما تدل رؤية نقر الدجاج في المنام علامة على وجود أفكار مشتتة في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلم. نقر الدجاج في المنام علامة على الكسل في القيام بالأعمال، والله أعلم. رؤية الشخص نقر الدجاج علامة على كثرة الكلام الزاجج مع الآخرين، والله أعلم. نقر الدجاج في المنام علامة على التقصير مع من حوله في حياة صاحب الرؤيا. رؤية دفن الدجاج في الرمال في المنام علامة على المنفعة والأموال الوفيرة التي يحصل عليها صاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية دفن الدجاج في المنام علامة أن صاحب الرؤيا سوف يتزوج من امرأة صالحة، والله أعلم. رؤية دفن الدجاج في المنام علامة على الخيرات القادمة لصاحب الرؤيا، والله أعلم. دفن الدجاج في المنام علامة على صلاح الأحوال والمنفعة التي يحصل عليها صاحب الرؤيا، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.